الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. محمد عبد العظيم شعلان المشرف على التوزيع اليوم الجمعة 14/8 بمجزر البساتين، وقد تم تحميل اليوم 17 طن على 6 مديريات: مديرية أوقاف القاهرة 3 طن، مديرية أوقاف المنوفية 3 طن، مديرية أوقاف الغربية 3 طن، مديرية أوقاف كفر الشيخ 3 طن، مديرية أوقاف البحيرة 3 طن، مديرية أوقاف دمياط 2 طن. وهذا المشروع العظيم من فضل الله تعالى علينا وعلى الناس وعلى كل سيارة إشراف مفتش عام من الوزارة لتسليم الكمية المقررة إلى مدير المديرية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التونة دي 20 كيلو، حتى تحطها تاني زي ما هي، وما تنزلش من البليت التاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا ابراهيم عمنا من الدغيدي، محمل لحوم سحوك الاضاحي، متجه الى محافظه البحيره 3 طن. كارم فتحي فرحات، مندوب الشركه العامه، متجه الى محافظه الغربيه، محمل 3 طن باجمالي 150 كرتونه لحم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضا رشاد فراج السيد، تبع الشركه العامه لتجاره الجمله، محمل سكوك اضاحي 3 طن، متجه الى محافظه المنوفيه. مصطفى فتاح عبد الحليم من الشركه العامه تبع وزاره التموين، محمل 3 طن لحوم سكوك الاضاحي، رايحين لمديريه كفر الشيخ.